نتاسس في حقها باه نبين لك باه نبين لك القوه اللي راح تجيب هكذا. اذا ماشي انا اللي نجبد الاحكام كل الجمهوريه يجبدهم لنا. قول والله هكذا ان شاء الله. انا دوك كنت قاعد لك في الميموار شحال تاع طوموبيل 14,700,000 والريحه تاعها مازال ما لقيتهاش. سلموا لي والله غير 14 مليون ديمار لقيته ب 14,400,000 ما علينا الديمار راهو لقيته خلاص نورمال الديمار لاكارت ما كانش والله إيه راني فاكر في ميرابو جات هكذا وش راح دير ضربه وخلاص ريحة النمل ودي نبيعها بيمن وبعد هيا بيمن شوف مع هذوك الكلاب شوف مع هذوك الكلاب نحي لهم دراهم اخويا يا ودي على بكره راني معاهم والمصحف الشريف غير نعطي لك اخويا رديهم اخويا روح نحيو لهم الولاد الحرام هذا ما كان اي خلاص دوك ان شاء الله راني معاهم غير بالعقل ما حبيتش نربح لهم الخساره ما حبيت نربح لهم والو فهمتي كيفاش؟ شفتها راني معاهم وحده وحده سمانه تجيب سمانه ما عليش سمانه تجيب سمانه حتى وين نبدا نزير فيهم نروحوا ديروا عقد اعتراف بيدين ولا ديروا اي عرسه. هاي خلاص. لازم على بالي باللي شوف يا هي كاينه لازم تفهمي كاينه واحد العرسه في امور تاع القضاء كي انسان يتفاهم كاين اتفاق ومن بعد واحد يولي على الاتفاق عباد بلي ما يرجعوش. خلينا منه المهم انا راني رايح معاهم وحده وحده في النقطه وانا من جهتي شوف كيف انا ضغط عليهم من جهتي شوف كيف خايفه المشكله خايفه انا كي ندير الاخر يتفضحوا مراد يا ودي انا يا ودي ماشي هما ماشي المشكل هما اللي ينفضحوا المشكل انتيا انا دابا لا ما تفضحش انا يا وحده انا سقسيتكم ما سقسيتش ولا ما نهضر انا وحده راني في امس الحاجه هما جاوا كالخوتي انا حبيت نسري اموري وندير حوايج راجلي وهما اللي داروا اصلا باينه دونك هما اللي يخدموا هالخدمه ومزيد راه يهضر باسم قضاة ويهضر باسم امور تاع جيش وفي التسجيل والاخر دونك هو اللي يتباطى ماشي انا اللي نتباطى انا كلحوني باسكو كنت في مصيبه وراني في مصيبه ومازال لي في مصيبه معاك انا اللي راني مضروره انا اللي راني مضروره علاش انا مش راح نتوضح واش ديتي واش ديتي ديتي لانه كلخ لي هو هذا هو اسمه اللي الاخر فوالا كيما سمعتوا سمعنا مع بعضنا على كل حال راكم تشوفوا كيفاه التسجيل كيفاه المراه مسكينه دولها كلش نتاعها وهي دوكا باغيه تروح تشكي والسيد اللي مع هذا زعما يقولوا محامي اللي ما نعرفوش وين درفت الحوايج باسكو ما عنديش حق انا نعت التصاور تاع الناس ولا نعت لي دوكيمون سي كون ابل دي بياس ا كونفيكسيون ماهمش ما عطاوهمليش لي انا عطاوهم الصحفي الزميل تاعنا هو اللي مسؤول عليهم مش انا طلبت بالعاني افيك سو بابي وجوه الناس ولي بابي كونفيكسيون كيما قال واحد انا درت لكم غير طرف تسجيل تسمعوه كيفاش الناس تولي المراه هذه مسكينه خلاوها باش تشوفوا خلاوها وراهي ماشي غير وحدها راهم كاين اخرين داولهم صواردهم داولهم الذهب نتاعهم داولهم كلش نتاعهم ومازالوا اليوم يبتزوا فيهم والمشكله وين هو انهم يقول لهم لو كنت تتكلموا والله غير ندير لك وندير لك وندير لك انا الميساج تاعي الوحيد اللي نقولها للناس هذو ما تخافوش ني با بور il faut que la peur change de camp هما اللي لازم يخافوا نتوما ما تخافوش يا ناس يا سواء رجال ولا نساء حتى النساء اللي يقول كان ندير لك لا فوتو نتاعك نحطها لك في الفيسبوك ولا ندير لك هذه ولا نديها لراجلك قال خويا بالعقل واش حبيت مني واش حبيت نقول لي برك كيقول لك كيما هكا صايي انت ما تجيش تهضري بزاف قال واش حبيت ندير لك برك قال شفتي قال راني ساكته قال لها اعطيني دراهم قال اعطيني مهله اعطيني مهله برك غير تكوبي عليه التليفون ديريكتومون للمحكمه اطلبي اودينس مع وكيل الجمهوريه اطلبي اودينس مع النائب العام وقال فوالا هاي قضيتي اذا ما نجمتوش حنا نعاونوكم نجيبو لكم رونديفو مع النائب العام ولا مع الامن ولا مع كيفاش وكيل الجمهوريه باش توتسويت قبل ما يدير الشيء هذا يلقيو عليه القبض اذا راهو في هنا في الجزائر يلقيو عليه القبض واذا راهو في الخارج
يديك يجي داخل في الايروبور يحكموا. ما تخافوش يفضغي دينونسي هاد المجرمين خاطرش هم يخطاكمش. راه ما تقولي خلي بيكزومبل انا جاتني في الخساره يا خلي يديهم ولا غير بكي عليهم ربي نوكي عليهم ربي وخلاص. والله ما عاد يطلقوك، والله ما عاد يطلقوك، يضاروا في عقابك كل خطره يجيك ها وكذا ها ومنهيت وراه صاي وراه باسكو سو سون دي زيسكرو. هاد الناس هادو راهم دايرين كيما هكا باش يشونطيو الناس ويسيرتو يروحوا الانسان يحكموه من يده ليتوجعوا ويقول لك هذاك البروكيور صاحبي او في جيبي هذا هو راه بالك ما يعرفوش بكل. يقول لك نائب العام هذاك او يريد الرشوه وما يعرفوش بكل. وكان واحد يجي كيبريزونتي راه يمكن يضابط تا هو ضابط هذا ضابط تاع الريح كيف ما كان واحد يبريزونتي روحو ضابط كيجي واحد يبريزونتي روحو ضابط اعرفي باللي راهو اسكرو. انا نقول لك خاطر الضابط عمرو ما يقول انا ضابط، كانوا ضباط نعرفوهم كيما قال واحد يمشيو في وسط الشعب ما حد ما يعرف عمرو ما يقدم روحو، لا ضابط نتاع الامن العسكري لا ضابط نتاع كيف اسمه لا جوندارموري ولا نتاع لا بوليس. لو كان ما تشوفوش في لا توني ولا تشوفو في كاش بلاصه والله بتقول باللي ماهوش عمرو بالعمر ما ينعط روحو قال اني ضابط. وضابط بالعميل تدي حق الناس وضابط تدي دراهم نتاع الناس ما تحشمش. ضابط ولا ماهوش ضابط وكيل الجمهوريه والنائب العام يجيبوا لكم الحقوق نتاعكم، يجيبوا لكم الحقوق نتاعكم. مي عمركم ما تطيحوا في البياج قالوا النائب العام يدي الدراهم ما كاينش منها. كيما قلت لكم قبيل ساعات واحد يعرف واحد هكذا، انا نعرف واحد بيكزومبل ايماجينو نعرف انسان انايا يخدم في كانش بلاصه ويجيني واحد صديقي ولا يجيني يقول لي ودي راك تشوف عندنا واحد حبيبنا نحاولوا البارمي نتاعو. الو بون نهز التليفون عيط له قال له ودي رجع له البارمي نتاعو ولا يخلص لكم الفوليا لا سيدي ولا ولا يخلص لكم لا كونترافونسيون ورجعوا له البارمي يخدم به ولا كذا ولا منا يقول له هاك اعطوه البارمي نتاعو. كي يروح هو يهز البارمي يروح يقول لي خلصت عليه طون شوفوا يعني باش وعطاه لي والله قبل والله لو كان ما عطيتلوش طون والله ما والله ما يعطيني البيرمي. وممكن راح يريزيه وخلاص وممكن راح يجيو يتبعوك في العداله وروح وروح. دونك كاينه ناس انا خطره والله غير صرات لي خطره واحد جاب لي ما على باليش قداه والله جو سي با قداه مليون جابهم لي قال لي رحم والديك كان جبت كذا وتعطيهم لفلان. لا اخويا قال لك راح يجيب لي فيزا. لا يا خويا يجيب لك فيزا راح يعطيهم لي هو. قال لي خويا ما عنديش ثقه فيه. بون ما عندكش ثقه فيه وجايبهم لي انا وغدوه ما جابكش الفيزا تجي تقول لي اعطيني درهمي. قال لي خويا انا لو كان ما جابش درهمي انا عارف كنت بون. قلت له والله بارك الله فيك قلت له هز خويا درهمك قلت له هز درهمك انا السيد هذا اذا حبيت تتعامل معاه وتتعامل معاه انت انا عمري ما شفتو جاب فيزا لواحد هكا بعد. قال لي نعم قال لي بلي صاحبي. قلت له صاحبي صاحبي صح نعرفو مي جامي هدرنا على فيزا ولا هدرنا ومادام الناس قالوا لك راه يجيب روح اخويا معاه انت روح روح له هو. قلت له انا بلحك من دراهمك. قال لي مالا اخويا ندي دراهمك. قلت له هز دراهمك ما يصلحش نروح انا نهز الدراهم نعيط الله قال لك هكا تجيب لي فيزا وبعد نوح لنا في ما بيناتهم نولي في مشاكل جامي نركحوا لها لي بروبليم هذو. داير داير ما كانش فيزا بالدراهم يكذبوا عليكم ام يكذبوا عليكم. رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه والله ما يدي فيزا هكذاك لازم يدير ملف بيان كيما قال واحد كل فيه كامل باش يقدروا يعطيوا له الفيزا. ومام كيف اسمه هذا الكونسول الكونسول في لاشونسولري عمرو ما يدخل في الفيزا جامي. حتى لو كان يدخل يدخل باش يزربولك بالفيزا يزربولك يبعثوا لك الدوسي نتاعو في لافاليز ديبلوماتيك تروح في لافاليز ديبلوماتيك لا دوموند تدير الدوسي هذاك ويقول لهم يزربولو. مي لو كان يلقاو باللي فيه خلل ولا يلقاو باللي ديجا حرق الاخر راهم يديروا له روجي يديروا له روجي والله يكون يكون حتى لومباسادور بعد باش يتفاهموا معاه. باسكو علاش غدوة الصباح تطور ايماجينو السيد هذا اللي عطاو له فيزا راهو قتل ولا ما عرفوش دار ولا ولا راح يروح يقتل واحد فيهم ولا شكون اللي عطاو له الفيزا؟ ايبا تولي فيها يجبدوا يجبدوا لاشين كامله وهذا وهذا المسؤولين ما يحبوش يروحوا يفل با سوموي باش ينتهوا مليح يفل با سوموي يقول لك اخويا نعاونك داكور واش كاين تعرف تعرف فيزا اعطيني الدوسي تاعك يهز الدوسي هذا اذا يعرفك لو كونسول بيزون يحطوا لك يعيط الطفله راسي حيتها يقول لها بعثيه في لابريس ديبلوماتيك يروح. مي هذوك اللي يشوفوا لي فيزا ومنها يشوفوا يفليوها يفليو لو دوسي لو كان يكون فيه نقص ورقه ولا يكون فيه بيجونب في شي لقاو بلي السيد حرق ولا يشوفوه بلا منه والله لا يشوفها يرجعوا دو سويت يقولوا هذا يرجعوا في لاباليز ديبلوماتيك يقولوا نو هذا ما عندوش حق هاو منه وخلاص. دونك يا ناس سمعوني لو ميساج تاعي نتاع اليوم لكم هو انكم ما ترضخوش للتهديد ما ترضخوش للمساومه. اوزي بورتي بلاد روحوا ما تخافوش روحوا نعاونكم نعاونكم ثاني لله في سبيل الله نعاونكم خاطرش حنا ماناش ديزيسكرو خاطرش حنا ضد لي ديزيسكرو. فوالا راه الحال
نقول لكم قيمتي هنا بيتيت العشيه ان شاء الله نعاود نرجعوا سيغ اون اوتر فيديو اللي نهضروا على دوتر سوجي. ا تو تالور.